وين التحية؟ وين اسمها تحية قوية؟ ما زالت العروض والاستعراضات مع نجوم وزهرات قناة أطفال مواهب مستمرة. طبعا إن شاء الله الخميس والجمعة القادم يتواجد نجوم وزهرات قناة أطفال مواهب في افتتاح توب سنتر في الطائف. هيكون عندنا مجموعة أيضا من عروض الشيقة والمتنوعة مع نجوم وزهرات قناة أطفال ومواهب. نكمل باستعراض غادة تحمل وردة اسمها الدائم جدة، أداء المبدعة والنجمة سما. نبغى نسمع لسما تحية قوية. وين تحية سما؟ وين؟ ترجمة
وين التحية؟ وين اسمع لها تحية تحية تحية. أطفال مواهب أينما ذهبوا أبدعوا، أينما حلوا أمتعوا. نكمل الاستعراضات بأبي أبي. طبعا كل أب له مهنة شريفة تصب في مصلحة هذا الوطن، علينا أن نفخر به. طبعا زهرات أطفال ما بيمثلوا عن كل مهنة أب أو آبائهم، ويفخروا بمهنة آبائهم التي تصب في مصلحة هذا الوطن. أبي 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 في الفصل كل طالبة، أبي مزهوات ومعجبة، أبي أبي بأعلى مرتبة، أبي أبي ومن مثله أبي في الفصل كل طالبة، أبي مزهوات ومعجبة، أبي أبي بأعلى مرتبة، أبي أبي ومن مثله أبي. قد تعلموا على يد الغالي أبي 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 طبيب ماهر ومبدع مثابر، أنا به سأفخر وأقول أشتاق يا أبي 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 أبي. في الفصل كل طالبة، أبي مزهوات ومعجبة، أبي أبي بأعلى مرتبة، أبي أبي ومن مثل أبي الفصل كل طالبة، أبي مزهوات ومعجبة، أبي أبي بأعلى مرتبة، أبي أبي ومن مثل أبي. أما أنا أبي مهندس البناء، هذا العمارات هنا خططها الغالي أبي أبي أبي. أنا أبي مزارع لحقلي مولع وخيره يوزع، فهل عرفتم من أبي؟ أبي بالله مهلا يا بنات، أبي يقود الطائرات فوق السحاب العاليات، يحلق الغالي أبي 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 أنصتن لي يا طالبات، أباؤكن يا بنات ما قصروا في الواجب، تخصصات ومهن الكل فيها مؤتمن، أبوك يخدم الوطن فذا أبوها وأبي. صدقت يا معلمة، فالكل يخدم الوطن، فالكل يخدم الوطن، فالكل يخدم الوطن. وين التحية؟ وين اسمع لهم تحية قوية. طبعا لكل من يتابعنا الآن عبر الهواء مباشرة عبر قناة كل الأطفال، قناة أطفال ومواهب الفضائية، نرحب بكل من يتابعنا من خلف الشاشات. أيضا نرحب مرة أخرى بكل الحاضرين معنا هالليلة الجميلة والرائعة هنا في مهرجان غادة الجنوب. نحب نذكر أن العروض مستمرة إلى منتصف الليل لهذه الليلة. أيضا غدا يتواجد النجوم وزهرات أطفال مواهب هنا في نفس المكان والزمان. هي رحمة المبدعة، هي رحمة النجمة المتألقة، هي رحمة الجميلة الرائعة اللي حنودعها بعد كم أسبوع لأسبوعين، بعد أسبوعين حنودع نجمتنا رحمة وحتودع القناة في حفل جماهيري، حفل كبير إن شاء الله في عالم أطفال مواهب بجازان مركز الصالح. تبدع الآن رحمة في نشيد عالمنا، عالم أطفال مواهب، عالم مليء بالبهجة، عالم مليء بالفائدة، عالم أطفال مواهب مع رحمة. يلا نبغى نشارك بالصفقة مع رحمة. يلا وين الصفقة؟ يلا فوق مع رحمة فوق.
أقوى. يلا وين الصفقة مع رحمة؟ يلا فوق. وين التحية؟ وين اسم التحية قوية؟ طبعا نرحب بكل من يتابعنا عبر الهواء مباشرة عبر قناة كل الأطفال، قناة أطفال مواهب الفضائية. عندنا هدية مقدمة لإدارة القناة من محل أريج المسك. تفضل يا أستاذنا. طبعا محل أريج المسك هو في داخل الخيمة،
تقريبا بتحديد الموقع في اخر يمين في اخر الخيمة. تفضل يا استاذ ابراهيم. تفضل قاعد هنا جنبك يا استاذ ابراهيم. هدية لإدارة القناة. اسمها تحية قوية. وين تحية؟ سمعنا تحية قوية. طبعا يقدموا خصم خاص بتواجد نجوم وزهرات قناة أطفال مواهب في المحل اللي هو محل أريج المسك. أيضا هو تابع أريج الإمارات اللي موجود معنا هنا في نفس الساحة هنا يعني. أيوة اللي هو المحل في الخيمة. شكرا أستاذ الكريم. انت تمام من الانشيده الحلوه عبر قناه اطفال ومواهب. انت تمام. مجموعه من النصائح التربويه الهادفه يقدمها المنشد الاستاذ ابراهيم ابو جبل. نبغى نسمع تحيه قويه. وين التحيه؟ وين؟ خليها أجمل أسنان، اغسل يدك نظف جسمك ولك عنوان. نظف أسنانك خليها أجمل أسنان، واغسل يدك نظف جسمك ولك عنوان. بنظافة جسمك انت تمام، بسلامة أكلك انت تمام، بمحبة أهلك انت تمام، انت تمام تمام. يلا صدقي تمام، الكذب حرام والغش حرام والقسوة حرام. الكلمة الطيبة الكلمة الطيبة والبسمة، الكذب حرام والغش حرام والقسوة حرام. لما تكون صادق انت تمام، ذوق ومهذب انت تمام، وتساعد غيرك انت تمام، انت تمام. الدنيا صداقة وتعاون، الدنيا حياة فيها لازم تسعد أهلك وتطيع الله. الدنيا صداقة وتعاون، الدنيا حياة فيها لازم تسعد أهلك وتطيع الله. ولما تتوضأ انت تمام، وتصلي صلاتك انت تمام، وتحب حياتك انت تمام، انت تمام. ساعد غيرك انت تمام. لا تطول اظفارك تخزن للمكروبات، واهتم بشعرك وثيابك كل الاوقات. لا تطول اظفارك تخزن للمكروبات، واهتم بشعرك وثيابك شكلك انت تمام، بنباهة عقلك انت تمام، كلنا نهتف لك انت تمام، اكيد انت تمام تمام تمام. الكلمة الطيبة والبسمة والصدق تمام، والكذب حرام والغش حرام والقسوة حرام. الكلمة الطيبة والبسمة والصدق تمام، والصدق تمام، والكذب حرام والغش حرام والقسوة حرام.
تكون صادق انت تمام، لو اقوى مهذب انت تمام، وتساعد غيرك انت تمام، انت تمام، انت تمام، انت تمام، تمام. يلا سمعني انت تمام. وين التحية؟ وين اسمع تحية قوية؟ في روضة الحلوة، أداء الحلوة والجميلة جوري أبو جبل، نبغى نسمع لها تحية قوية. وين التحية؟ وين؟ كل من هم في القنفذة ومن حولها، الفعاليات ما زالت مستمرة هذه الليلة هنا وعبر الهواء مباشرة من مهرجان غادة الجنوب. فعالياتنا ما زالت مستمرة إلى منتصف هذه الليلة، وغدا في نفس المكان والزمان هناك عروض شيقة وماتعة مع نجوم وزهرات قناة أطفال ومواهب. شدوا الحيل من أنشيد الجميلة الرائعة لقناة أطفال مواهب، أداء المنشد إبراهيم أبو جبل. نبغى نسمع تحية قوية. وين التحية؟ وين؟ ما تيجي الامل الا بالطموح، اشحد الهمة ولا تخشى العنا، اشحد الهمة ولا تخشى العنا، من يريد المجد يصعد للسفوع، من يريد المجد يصعد للسفوع.
خطوة خطوة لجلة تقضى ألف ميل قم وحقق حلمك اللي ترتجيه خطوة خطوة لجلة تقضى ألف ميل بالعزيمة كل شيء ممكن يجي بالعزيمة كل شيء ممكن يجي لا تقول ذا صعب أو ذا مستحيل لا تقول ذا صعب أو ذا مستحيل قوم جد وجد ما تلقى الهنا شد حيلك للجل تتحدى الصعاب من يسجل الغرس يبشر بالجنة من يسجل الغرس يبشر بالجنة واللي يهمل ما يلاقي إلا التراب واللي يهمل ما يلاقي إلا التراب وين التحية وين اسمها تحية قوية أنا ذكي أنا أفهم أنا بالثقافات مغرم أداء الرائعة والجميلة حلا مطر وين تحية حلا وين اسمها لا تحية قوية
وين التحية؟ وين اسمها تحية قوية؟ طبعا قبل أن نأخذ النشيد القادم نأخذ نشيد لغلا غير استعراضي ونعود. طبعا العروض مستمرة إلى 11 إلا ربع، بعدها إن شاء الله حنكون فترة تصوير 10 دقائق مع الزهرات، وبعدها حيتجه الطاقم إلى مدينة الألعاب إن شاء الله. أي أحد يبغى يلعب مع الزهرات يجي في مدينة الألعاب بعد انتهاء العرض حوالي بربع ساعة. كما أذكر أهالي القنفذة ومن حولها بمشيئة الله، العروض المتواصلة في هذه الليلة وغدا في مهرجان غادة الجنوب. نشيد مع النجمة غلا عامر، وأسمع لها أقوى التحية. اسمع أقوى تحية. آخر فترة أو آخر فقرة في هذه الفترة نشيد رايحين المدرسة، أداء خديجة القادري. نذكر بعد هذا النشيد هناك 10 دقائق فقط تصوير مع الزهرات، وبعدها حنكون جولة في مدينة الألعاب لمن يحبون أن يشاركوا فريق أطفال ومواهب في مدينة الألعاب. ما عليهم سوى التوجه إلى مدينة الألعاب و المشاركة معنا في الألعاب إن شاء الله.
نسمع أقوى تحية. إذن متابعينا في كل مكان عبر شاشة كل الأطفال، أطفال ومواهب، وأيضا الحاضرين معنا في هذا المهرجان الرائع في مهرجان غادة الجنوب بالقنفذة. غدا هناك المزيد والجديد بعون الله تعالى. غدا يبدأ التصوير مع الزهرات من بعد صلاة المغرب. الآن هناك تصوير مع الزهرات 10 دقائق، وبعدها نتوجه إلى مدينة الألعاب لمن يرغبون في أيضا المشاركة أطفال ومواهب في مدينة الألعاب. ما عليهم سوى التوجه إلى مدينة الألعاب بعد انتهاء فترة التصوير. متابعينا في كل مكان، خليكم دائما معنا، الذين تابعونا في البث واستمتعوا معنا دائما إن شاء الله نكون معكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه القناة ابتدت أحلى الفنون ارتدت، باسم الطفولة شدت بإحساس ما له مثال. هذه القناة ابتدت أحلى الفنون ارتدت، باسم الطفولة شدت بإحساس ما له مثال. لا 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 لا.